ننتقل إلى تفاصيل الأنباء. شارك دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع المستشار نبيل صادق النائب العام في افتتاح فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن تعزيز التعاون الدولي في مواجهة عمليات تمويل الإرهاب. وخلال فعاليات الافتتاح أكد النائب العام أن هذا المؤتمر يأتي في ضوء إدراك النيابة العامة أن تطور أساليب الجماعات الإرهابية في ممارسة الأعمال الإجرامية وإتاحة التمويل لها وكذا التطور التكنولوجي الراهن بات يفرض تحديات إضافية تحتم مواجهة الظواهر الإجرامية في الفضاء الإلكتروني، والذي يتيح للجماعات سهولة الحركة والاتصال إلى جانب المواجهة المسلحة على الأرض.